أيضا هنا في بيت لحم يعني لا تخلو أي مدينة أو محافظة من المخيمات، يعني من 48 أعتقد هناك 3 مخيمات هنا في بيت لحم. بالتأكيد هنالك 3 مخيمات في بيت لحم، وقد يصل عدد السكان في محافظة بيت لحم اللاجئين أكثر من 30% من نسبة السكان، لأن ليس فقط في المخيمات يعيش اللاجئون الآن، نتيجة صغر المخيمات وعدم قدرتها على احتمال الأعداد الكبيرة من اللاجئين. جزء كبير من اللاجئين هم الآن يعيشون في مدينة بيت لحم ومدينة الدوحة وكل المحافظة، يعني يوجد لاجئين من عام 1948، وأنا أيضا لاجئ يعني وأعيش في مخيم العزة. يعني أنت لاجئ وتعيش في مخيم العزة أيضا؟ بالتأكيد أنا لاجئ وأعيش من مخيم العزة، أنا من بلدة اسمها بيت جبرين احتلت عام 1948 وقام الاحتلال بتدميرها ومحوها عن الوجود بشكل كامل. سيد مازن، ماذا تقول ونحن في عيد الميلاد بينما بيت لحم يعني حزينة لا تشعر بأي مظاهر لعيد الميلاد؟ يعني بيت لحم ليست فقط حزينة، بيت لحم حزينة وأيضا تتعرض بشكل يومي إلى الاضطهاد من قبل قوات الاحتلال. بالأمس كان هنالك شهداء في قرية حسان في محافظة بيت لحم، وفي كل لحظة يتم الاعتقال. أيضا جزء كبير جدا من سكان محافظة بيت لحم محرومون من العمل ومحرومون من الحصول على الغذاء نتيجة قمع الاحتلال ونتيجة الحصار الاقتصادي الذي يفرض على محافظة بيت لحم. وأيضا اليوم شعبنا يتعرض لأكبر محرقة بالتاريخ البشري الحديث، الشعب الفلسطيني يقتل في كل مكان، والألاف من الشهداء، عشرات الألاف من الشهداء سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية. وبالتالي مدينة بيت لحم هي تشعر بالحزن العميق وبالاضطهاد الكبير الذي تتعرض له من قوات الاحتلال. لذلك نقول بهذا اليوم، بيوم مولد السيد المسيح، بأن على كل العالم الصامت، هذا العالم الذي تخلى عن كل القيم الإنسانية والديمقراطية، بأن يتحرك من أجل نصرة الشعب الفلسطيني. وأيضا نقول بأن شعبنا رغم كل هذا الاضطهاد ورغم كل هذا العذاب هو مصر على مقاومة الاحتلال ومصر على انتزاع حقه في الاستقلال والوجود على أراضيه. أنا بشكرك، شكرا جزيلا، شكرا.